أهلا بكم على قناتكم بي ذا فيرست، خليك الأول. معاكم محمد أسامة. أهلا بكل طلاب أولى إعدادي وبنات أولى إعدادي. طبعا احنا عارفين إن السؤال الكوريكت بتاعنا اتغير ازاي يا مستر؟ يعني ما بقاش الكلمة underline، بقت هتبقى ما بين أقواس كده، هوت هات كشكولك وقلمك و let's get started. تعالوا نبدأ مع بعض. هنا the car belongs to me، أخلي بالي هنا عندي يا شباب، عندي مي وهنا قال لي ماي، وهنا جاية في الآخر يبقى الإجابة لازم تبقى ماين. حاول تحل معايا وأنا ماشي. علي ماي بيست فريند، علي ده اللي هو بالنسبة لي هي ماي بيست فريند أند نوت هوبي إز واتشينج تي في. هي ده مذكر ولد ومفرد، تبقى الإجابة لازم تبقى هيز. أميرة أند نوها، الاتنين دول اللي هما بالنسبة لي they love excellent، هتبقى there لأن هنا جه وراها اسم مملوك. That's not me pen and this is yours، هنا عندي جالي اسم مملوك وهنا جاب لي ضمير مفعول، تبقى الإجابة excellent هتبقى mine. Can you give me your ruler، هنا جالي اسم مملوك، تبقى الإجابة لازم تبقى your عشان رجالة. I have got one brother، brother ده اللي هو he، her name is مصطفى، يا راجل حرام عليك، هتبقى الإجابة excellent is. That pencil case belongs to علي، علي ده اللي هو he وجيالي في الآخر، مفيش بعديها اسم مملوك تبقى his، أي حاجة آخرها اس ما بيجيش بعديها اسم مملوك. It's her car not often drive، her دي للبنات وهي يبقى أنا هنا لازم أقولها she. This red bag belongs to me، هنا جالي me وهنا جالي في الآخر hers هتبقى excellent هتبقى mine. She is my sister، sister دي اللي هي she، I am not brother، هنا قال لك هيرز يبقى أيام ها. طارق ده اللي هو هي، is my cousin، today is excellent his عشان هنا عندي اسم مملوك. ده دوج ده اللي هو eat breakfast، يبقى أنا عايز ملكية الغير العاقل تبقى eats ومن غير أبوستروفية. Who is dresses are these are Sarah's، أنا هنا هتبقى milkman who's milkman. نحاول نحل معايا كده. Where not you come from، مشكلتي معاك ان انت اول ما بتلاقي ار تقوم قايلها is، هقول لك غلط، عينك هنا. مش come ده فعل في المصدر وهنا عندي you ومضارع تبقى do، يبقى خلي بالي بقى قاعده عامه هي، لو انا عندي لقيت do او does او لو لقيت عندي فعل في المصدر وسؤال ومضارع يبقى do او does. You walk to school every day، هنا عندك you وعندك فعل في المصدر وهنا قال لك does، تبقى الاجابه excellent هتبقى do. Does علي gets up early، خلي بالي عندي does و do هيجي وراها الفعل في المصدر، تبقى الإجابة بتاعتك لازم تبقى get. علي don't play football after school، خلي بالي هنا عندي play فعل في المصدر ومع علي دوت هتبقى she هتبقى he تبقى doesn't. طب ليه ما تنفعش does؟ لأن طالما هو جايبها لي نفي يبقى أنا بخليها نفي. I don't، ده أنا حليت ماشي بقى. I don't usually listen to music، not you speak English well، عندي speak وعندي you يبقى الإجابة لازم تبقى do. Not you listen to music every day، عندي you وعندي فعل في المصدر برضو تبقى الإجابة do. I'm not very good not drawing، عندي قاعدة في يونت 3 تبقى اسمها good at لما يجي وراها noun أو ing. غادة like healthy food، غادة دي اللي هي شي تبقى الإجابة excellent تبقى likes. عادل can't find، خلي بالك عادل ده اللي هو he وهنا جالك اسم مملوك تبقى his excellent بنات excellent رجال. Gymnastics آخرها اس لكنها مفرد is، زيها زي social studies زيها زي home economics للاقتصاد الملزمي. Economics دول بالنسبة لي مفرد طبعا، ديت ملزمة مستر محمد رضا فمن حقه علينا ان احنا نحط اسمه. The girl اللي هي she هتبقى الإجابة بتاعتك likes excellent. عرفني جبت كام من 25 في أول صفحة، تعالوا نكمل. These are، احنا كده دخلنا هنا unit 2. These are my mom keys، عندك هنا وقت mom ديت مفرد يبقى أبوستروفي اس على طول وخلي بالك الأبوستروفي جوه. هدى عند عمر، الاثنين دول بالنسبة لي they يبقى love there، يبقى الإجابة there لأن انت هنا عندك اسم مملوك.
هي نقط late for school. تعال نجيب كده القاعدة subject وبعد كده am أو is أو are وبعديها كلمة دلة وبعدين صفة زي اللي قدامي دي. يبقى مش على الترتيب، تبقى الإجابة is never. احفظ subject am is are كلمة دلة صفة، تاني subject am is are كلمة دلة صفة. هات اللي بعده. What is not name عندك هنا علي، قال لي علي، وهنا هير، تبقى الإجابة لازم هتبقى his عشان علي ده بالنسبة لي اللي هو he. Our parents، الجملة دي مهمة قوي، مهمة قوي الجملة دي بتتكرر كتير. Proud of، فخورين of us، فخورين بنا. This is new book، excellent هتبقى my عشان هنا جاب لي mine. سليم نقط play tennis after school. خلي بالك عندك هنا فعل في المصدر هتبقى doesn't. عارف امتى تبقى never؟ عارف امتى ديت تبقى never؟ لو قال لي هنا please يبقى خلي بالك. لو قال لك please هتبقى never، لو قال لي please هتبقى never. انا بكرر اهو. ذا بس اهي جت تحتيها اهي، ذا سكول بس اللي هو it، جاب لي هنا never، تبقى الاجابه stops. خد القاعده مع هي او شي او it وجه كلمه داله والجمله مضارع، حط في الفعل اس. احفظ why not you always late. late صفه صفه صفه، نرجع للقاعده اللي احنا لسه حافظينها، تبقى الاجابه excellent. لان طالما عندي صفه، عندي صفه شباب، يبقى الاجابه بتاعتك يا اما am يا اما is يا اما are. where not your father work. خلي بالك your تبقى على حسب اللي وراها، اللي وراها ده مفرد هتبقى does. طب ليه يا مستر؟ عشان عندي هنا فعل، والله العظيم عشان عندي فعل. how long does، الجمله ديت اصلا ما فيهاش مشكله. هي نقط go to school او goes often to school by bus. تعال ناخد القاعده subject بعدين كلمه داله وبعدين فعل. احفظ subject كلمه داله فعل، يبقى هنا حضرتك محتاج انك تعكس الجمله، يبقى often goes. how often علي go swimming. احفظ how often يا شباب دايما يجي بعديها بنات do او does، يبقى هنا هنا قال لي علي، تبقى الاجابه بتاعتي does. It's not my camera. My is new. طبعا هتبقى mine بتاعتي أنا. Can you see؟ الله أبوستروفي كمال زند أمير. اعكس الأبوستروفي هتبقى عند آخر واحد. يعني الإجابة هتبقى كمالز أو كمال and أميرز. الأبوستروفي في الآخر. The children's clothes are in the bag. Children دي الجمع. جمع غير منتظم، تبقى الأبوستروفي جوه عادي خالص. It's the not girl's notebook. دي مفرد. طالما مفرد يبقى الابوستروفي بتاعتك جوه. This is not علي's phone، برضو مفرد، يبقى الابوستروفي بتاعتك جوه. These are my sister's shoes. Her name is هدى. هدى دي مفرد، يبقى الابوستروفي بتاعتك برضو جوه. These are the boys' football shirt. خلي بالك بقى هنا دي الجمع، حلها لي بقى، شوف الابوستروفي هتبقى فين. How not do you go to the club، وحل لي ديت في الكومنتات. خلي بالك الإجابة عندك sometimes، شوف لما يكون عندك كلمة دالة على المضارع البسيط يبقى هاو إيه. I always، عندك I مع always يبقى الفعل بتاعك excellent، يبقى أنت هنا مع I ويو وي وذي زائد كلمة دالة يبقى الفعل في المصدر. كان، تعالى نحفظ إن كان وكانت الاتنين دول هيجي وراهم يا شباب مصدر. كنت هكتب الإجابة، يبقى هنا الإجابة بتاعتي لازم تبقى jump. I دي الجملة دي صح مش حاجة. اللي بعد علي got a lot of books. علي ده اللي هو هي، ما ينفعش have، احنا كده في يونت 3، تبقى الإجابة has. can you لسه قايلين كان هيجي وراها مصدر. does she ادي like، عندك like هتبقى watching، وهقول لك حاجة دلوقتي حالا. my friend name is رضوى، يبقى هنا my friend's name اسم صاحبتي. تعال اقول لك على حاجة، عندك like يونت 3 او likes ولove وهيت وانجوي. خلي بالك دول بيجي وراهم بيجي وراهم اي ان جي، لكن وود لايك نفسي اكتب اسم الناس اللي بتتلخبط هنا، وود لايك او وود بريفير. خلي بالك يا جماعه دول هيجي وراهم تو وبعدين مصدر، عشان كده انا هنا لايك بس يبقى اي ان جي، لايك بس اي ان جي. my sister goes to a girls school، مدرسه بنات ديت جمع، يبقى الابوستروفي بره. we found منى باج، طبعا ديت مفرد، تبقى الابوستروفي جوه. my uncle's favorite، يلا حل في التعليقات يا سيدي. we can't buy meat at that،
انا هنا عندي ات، يبقى انا هنا عايز مكان، يبقى انا عايز اقول محل الجزاره، يبقى الابوستروفي جوه. ايا نيفر، ادي ايا دي اللي هي شي، ومعايا نيفر اكسلنت، تبقى الاجابه ووكس سوبر سوبر سوبر. ذا مول، يلا الترتيب بتاعك، يبقى ايز يوجوالي، اعدل الترتيب. يو جوت، عندك جوت مع يو، تبقى الاجابه لازم تبقى اكسلنت هاف. احمد اند اي، دول بالنسبه لي وي، وي يعني جمع، يبقى الاجابه بتاعتك لازم تبقى هاف. هاف يو جوت ا براذر، عندك هنا يس وهنا جابها لي منفيه، يبقى انا لازم اقول له ايوه عندي. ماي بيست فريند، ماي بيست فريند ده اللي هو هي، تبقى الاجابه اكسلنت هاز. وي نوت جوت، اول ما هتلاقي از هتعمل ار، هقول لك لا يا تيت، يبقى الاجابه بتاعتك هنا لازم تبقى هاف. عاش. هي كانت، قلنا كانت هيجي وراها مصدر، شيل الدي. اي ام ا جود فوتبولر، انا لعيب كوره كويس. اي كانت بلاي، لا طبعا يبقى اي كان. وات، هتلاقي از هم قايل لك ار تيت، عندك هنا فعل، عندك فعل، عندك فعل، ويور سيستم مفرد، تبقى دز، ركز لي في دي النبي. اي كان بيك اب ذات، كمل كمل كمل. ويك يعني دراعك ضعيف، يبقى الاجابه يا بنات كانت. ذير ارنت، خلي بالي عندي الاجابه نفي، طالما عندي نفي يبقى هحط any. Is there any figs. دي الجمع بالنسبة لي، count them now تبقى are. احنا كده دخلنا فين؟ 4. We don't have، خلي بالي عندي نفي، يبقى الإجابة excellent. Any بتيجي فين؟ بتيجي في سؤال والنفي. There rice، خلي بالك rice دوت مفرد، مفرد يعني uncountable noun، تبقى الإجابة excellent. Isn't، عاش قوي. Can I have، ده طلب، هتبقى some. She is unit 4. Is، ناخد القاعدة، am أو is أو are، أو محطط للفيربة رجالة ing، ما تنساش am is are ing، تبقى الإجابة بتاعتي watching excellent. عندي is يبقى excellent. Blaine not at the moment، هتقوم حطيت لي هنا drinking. مستر أنا مقفل، هقول لك لأ أنت مش مقفل، أنت ما علينا. عندك ادنى مومنت، احفظ القاعده، عندك ناو، لوك، لسن، ادنى مومنت، وات ذا بريزنت، لازم تحط ام ويز وار زائد اي ان جي، يبقى هنا لازم اقول ام درينكينج. هي ازنت، عندي ازنت، حط اي ان جي، تبقى ستادينج، عاش قوي. يور براذر سليبنج، عندك اي ان جي، تبقى از، لان براذر ديت مفرد. What games، عندي ing، عينك بقى على you هتاخد are. What are، عندي are excellent، يبقى هحط ing. Make noise in the library، طبعا هم قايل لك don't make، مش make not، don't make يعني ما تعملش. Don't، ما تنساش ان don't بيجي وراها مصدر، عندي حاجة بتسويها هتبقى never، وبرضو هيجي وراها مصدر لو جت في البداية، يبقى هنا don't excellent. Don't eat. طيب لو هبدأ الجملة بفعل، هبدأها في المصدر، take، boil، don't، don't هيجي وراها مصدر، be، put، كل دوت البدايات، طالما الجملة تبدأ بفعل يبقى مصدر. can I have دوت طلب، تبقى الإجابة excellent. some. هنا تخلي بالك، دخلنا كده unit 5، عندي yesterday، ناخد القاعدة yesterday و last و ago و in the past، الفعل بتاعك لازم يكون تصريف تاني، التصريف التاني بتاع visit هتبقى excellent. visited. Suzy doesn't like swimming. كمل 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 كملي كملي كملي. when she was young، لما كانت صغيرة، يبقى الجملة بتاعتي ماضي، تبقى في الماضي في النفي، هستخدم didn't. sorry. they traveled by car، they walked. مستر traveled by car، ما هي ماضية اهي. ايوه كمل كده، انا بقول لك هم مشوا، يبقى هم ما سافروش بالعربية، هم مشوا، يبقى they didn't travel. I rode، الجملة بتاعتك ماضي، يبقى الفعل اللي موجود لازم يبقى ماضي، تبقى الإجابة بتاعتي لازم تبقى was، ماضي بماضي. They not last، last last يبقى فعل تصريف تاني، تبقى الإجابة excellent. studied. They don't visit their uncle a week ago، يبقى الفعل التصريف تاني، ماضي don't هتبقى excellent. didn't. الجملة اللي جاية تركيها بحبها قوي قوي قوي، بحب أجيبها كتير. Not at school yesterday. طب ما هي yesterday موجودة عندي هنا didn't. بس هنا مفيش فعل.
خلي بالي بقى لو مفيش فعل والجملة ماضي أنا بستخدم يا شباب wasn't أو weren't. احفظ مفيش فعل wasn't أو weren't، عندي هنا مين؟ علي، وما عنديش فعل يبقى الإجابة super wasn't. we went الجملة ماضي عايز عكس next هتبقى last. we played الفعل ماضي يبقى أنا عايز ديت ماضي، يبقى لو زمن الجملة أوله ماضي يبقى لازم أكمل كله ماضي. you wear your jacket last night عندي last. طب ما هي وير بتاخد يو، ايوه عندك هنا فعل بقى يا ابن عمي تبقى excellent did. منى went ادي ماضي عايز عكس next لسه قايلينها هتبقى last. I not fish for lunch yesterday عندك yesterday ماضي يعني الفعل بتاعي لازم يكون تصريف تاني، التصريف التاني بتاع eat هتبقى eat ما اسمهاش at. who did عندي did ما تنساش did هيجي وراه مصدر يبقى see. You Alex last week اهو مش هقولها لك واجب حلها لي في التعليقات دي. What do you have for breakfast yesterday 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 ودوت سؤال سؤال وعندي فعل سؤال وعندي فعل تبقى did. Where not you go last week يلا حل في التعليقات. Did you طيب did هيجي وراها مصدر تبقى الإجابة stay. What did مصدر do. Where not last summer تعليقات يلا على طول حاجات اللي فيها فكرة كده هوت وتكون قلتها هدا لك في التعليقات. Where did يلا سيبها لك فكرة بسيطة عندك did شوف هيجي وراها ايه يلا يا صديقي. They traveled by car هما سافروا بالعربية يبقى they didn't walk نفس المعنى اللي فوق اللي احنا خدناه. It not hard last night last night يبقى الفعل تصريف تاني فعل عادي منتظم هتبقى rained. Where did يبقى excellent مصدر stay. يلا يلا there are computers in the class طيب ده سؤال سؤال هتبقى there are any printers in my classroom خلي بالك عندك any يعني جملة منفية يبقى aren't. there are a lot of sand in the desert طبعا عندك sand دوت uncountable احنا كده في اخر يونت uncountable مفرد تبقى is. We shouldn't عندك shouldn't يعني الجملة نفي يبقى الإجابة any لأن any سؤال أو نفي. There are any carrots in the fridge أنا عارفك أنا عارف العميق اللي جواك هتقوم عاملها there is أو مرزعك واحدة غلط ليه؟ عشان ده سؤال بقى يا مستر ما خدتش بالي طبعا أنت عارف أنا هقول لك إيه. Are there ده سؤال هتبقى الإجابة any. There is two نقط sugar sugar دوت uncountable اسم لا يعد تبقى much. She put many salt ملح لا يعد تبقى much ركز في اللي يعد ولا يعد لو سمحت. There isn't some cheeses in the fridge جملة زي ديت ما تجيش بس لو جات لك يعني هتبقى aren't بس هي ما تجيش. There are any vegetables on the table خلي بالي عندي any تبقى الإجابة excellent هتبقى aren't. There aren't two tomatoes countable noun هتبقى excellent many. There aren't enough milk. الملك دوت uncountable تبقى isn't عش قوي قوي قوي. Can I have an apple? An عشان ديت متحرك. بالمناسبة لو لقيت عندك MP3 أو SMS الاتنين دول ياخدوا an عشان احنا بنعتمد على النطق. You should هيجي وراها مصدر تبقى الإجابة excellent clean. You should eat too much chocolate طبعا تبقى الإجابة excellent تبقى shouldn't. We should study. أنا عارف اللي جواك هيقولك we should. أنت تقول لك حرام عليك بقى أكمل الجملة تبقى should. We الله يبارك لك كمل جملتك. They should. Should هيجي وراها مصدر هتبقى excellent. Drink. كمل. هاني should eat snacks in the classroom. هنا حقك إنك تنفيها وتقولها shouldn't. She has any. دي مش نفي تبقى الإجابة. سوبر يا شباب تبقى some. There any phones. جمعة تبقى عاش. He can't sleep as he too قهوة uncountable تبقى much. There are too much salt in the recipe قلنا salt مفرد هتبقى is. You should هيجي وراها مصدر تبقى عشقوة بنات رجالة study. علي ايه ده مين دي تو غلط هتبقى shouldn't على طول. اخر حاجة didn't هيجي وراها مصدر يبقى الإجابة right. كده احنا عملنا مراجعة على سؤال correct المنهج كله. أتمنى تكون قفلت كل الأسئلة أو معظمها. أشوفكم على خير في مراجعات كتير. Don't forget to like.